السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. في موضوعنا لهذه الليلة هو عن تصاعد وتوسع الرفض المجتمعي لهذه الميليشيا، وعنوان حلقتنا لهذه الليلة هو عن آليات وأدوات الرفض المجتمعي للجائحة الحوثية في مناطق احتلال الميليشيا. وضعنا استطلاعا للرأي في صفحة البرنامج على الفيسبوك، وأيضا على التويتر في حساب قناة سهيل، وكان السؤال هو: من أهم آليات هزيمة ميليشيا الحوثي في مناطق احتلالها، هل المقاومة المسلحة أم الرفض المجتمعي؟ يندرج تحت الرفض المجتمعي مقاطعتها، مناهضتها فكريا، سياسيا، مجتمعيا، جماهيريا وغير ذلك من المناهضة. الخيار الأول المقاومة المسلحة صوت بهذا الخيار 64%، أن من أهم آليات هزيمة الميليشيا في مناطق احتلالها المقاومة المسلحة. والرفض المجتمعي صوت بهذا الخيار 36%. في حساب البرنامج أو في حساب قناة سهيل على التويتر وضعنا السؤال ذاته وقلنا: من أهم آليات هزيمة ميليشيا الحوثي في مناطق احتلالها، هل المقاومة المسلحة أم الرفض المجتمعي؟ صوت بالمقاومة المسلحة 56%، وصوت بالرفض المجتمعي 44%. ونذكر المشاهدين وخاصة من تتوفر لديهم وسائل التواصل الاجتماعي عليهم أيضا زيارة حسابنا الكلمة لك في الفيسبوك ووضع الإجابة حول آليات وأدوات الرفض المجتمعي للجائحة الحوثية في مناطق احتلال الميليشيا من وجهة نظرهم، ونحن سنستعرضها هنا على البرنامج. لدي اتصال، لدي نصر القاضي. مرحبا بك نصر. مرحبا أخي محمد، حياك الله وبركاته. أهلا وسهلا بك نصر القاضي. أنتم أيضا نموذج من نماذج الرفض والمقاومة لهذه الميليشيا، وقد أبلى أخيك الشيخ صادق القاضي، وأيضا استشهد أحد أقاربك وهم يعني يذودون عن 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 بيتهم، عن عرضهم من 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 عدوان هذه الميليشيا. الجميع يعرف قصة آل القاضي في مديرية السبرة. نصر، وأنت يعني مطلع اطلاع تام على هذه القصة، هذه قصة المقاومة ومكافحة هذه الميليشيا بالوسائل التي تعرفها، وهي لغة السلاح التي لقنوها درسا بالغا، ضعنا في التفاصيل ما حدث لأخيك الشيخ صادق القاضي ولأبناء أسرتك وما تم بعد ذلك تفجير منزلكم. أولا أشكركم على التغطية، ثانيا أمسي عليك أخي محمد وعلى السادة المشاهدين جميعا في أنحاء المعمورة. حياك. ما حدث أنه صبيحة البارحة كان الشيخ صادق في البيت لزيارة الأهل، لأنه قبل كم يعني قبل عدة أيام كان يعني لدينا حادث أليم، أنه ابنه الصغير محمد تعرض لحادث أليم، فلم يتمكن الأستاذ صادق من زيارة الأهل وتعزيتهم أو دفن ابنه. تسنت له فرصة بسيطة ليزور أهله، إلا أنه تفاجأ قرابة الساعة الرابعة أو النصف صباحا بهجوم فجرا تفاجأ بهجوم حوثي كاسح. طبعا لم يكن أمامه من خيار غير أن يستخدم هو وأقاربه وأقاربنا هناك إلا السلاح الشخصي للدفاع عن النفس، وهذا أقل ما يمكن أن يفعله. إذن يعني في عز الليل بينما الناس يعني في منازلهم آمنين سالمين، يعني تجتاح الحوثية القرية وهدفها أيضا يعني إما اختطاف أو قتل أخيك. أخي الكريم، نحن نعي ذلك، ولذلك قاوم. لا يمكن أن تسلم نفسك لمثل هؤلاء العصابات، لأنها لا تلتزم بأي قوانين أو أنظمة
ولا تتعامل مع أي كان، أي مواطن كان بأي نظام أو بقانون، لا يعرفون سوى هذه اللغة، لغة الاعتقالات ولغة القتل والتشريد والتدمير. فما كان أمام الشيخ صادق إلا أن يتخذ هذه الوسيلة، هي وسيلة الدفاع عن النفس، وسيلة الذود عن العرض وعن الكرامة، وسيلة الدفاع عن الأرض، عن العرض، عن الوطن، عن البلد. هذا ما استطاع أن يفعله، لم يقدم شيئا جديدا. هناك مناضلون كبار وجسام صنعوا ما صنعه الأخ والأستاذ صادق. نحن في طريق طويل ونعي ذلك، ونعلم أن للكرامة ثمن، ونعلم أن هذا الطريق الذي سلكناه إما أن نستمر فيه أو أن نهلك دونه. هذا شيء. وهذه لغة الأبطال الذين يدركون يعني ويعون جيدا حجم القضية التي على كاهلهم. أخي محمد، المسألة ليست مسألة شخصية، والقضية ليست قضية آل القاضي لوحدهم، هي قضية وطن بأكمله. وهذا ليس البيت الوحيد الذي يدمر، ولسنا الوحيدون من تعرضنا للاعتداء وللظلم وللضيم. نحن جزء من مجتمع، والمجتمع هذا يتعرض لشتى أنواع التقتيل والتنكيل والتشريد والسحل. وهنا رسالة أوجهها لأبناء الشعب اليمني كافة، من شماله إلى جنوبه. نحن لابد أن نتكاتف وأن نكون يدا واحدة، لأن هؤلاء لا يوجد لديهم مشروع غير مشروع الدمار والقتل، لا يوجد لديهم مشروع بناء، لا يوجد لديهم مشروع دولة، ولا يوجد لديهم سوى التدمير والقتل والتنكيل بالشعب اليمني أو إذلاله. من رضخ لهم أذلوه، ومن لم يرضخ لهم حاولوا قتله أو اعتقاله كما حدث مع الشيخ صادق. أنا أبشر الجميع وأطمنهم أن الأستاذ صادق أصبح بأمان. وهذه بشرى سارة، لأنه طبعا بعد هذه المناطق الشرعية والدولة اليمنية الجديدة. إذا نصر، يعني الساعة الرابعة فجرا اجتاحت الميليشيا الحوثية بأطقم مسلحة القرية، وهدفها الشيخ صادق القاضي، إما قتله أو اختطافه. ماذا حدث؟ يعني قبل ذلك كيف عرفت الميليشيا أن الشيخ صادق يتواجد في القرية؟ يا أخي الكريم، يعني أنت تعرف أن هؤلاء لديهم متحوثون في كل منطقة. قد نحن لا نتهم أحدا ولا يعني نوجه الأسوأ، ولكن هذه حقيقة. يعني ما كان للميليشيا أن تعرف ذلك لولا ذيولها الذين يتواجدون، والذين تربط بينهم بين، يعني المفترض أنه يقولوا الصاحب قبل أي شيء. يعني كيف تخلى هؤلاء عن صاحبهم؟ أخي الكريم، نعم، دعني أقولها لك بملء الفيه. الشيخ صادق لم يدخل المنطقة متخفيا. نعم، الشيخ صادق دخل المنطقة بسلاحه أمام الجميع، بسلاحه الشخصي، أكررها، بسلاحه الشخصي. وتحرك في المنطقة، وزار بعض الأهل، ثم عاد إلى البيت. لم يذهب إلى البيت بتسلل، وإنما تحرك الأسد. نعم. أمام الجميع، ولأن من في نفوسهم مرض ولا يحبون الخير لهذا الوطن ولا لرجاله، دفوها بشرى لميليشياتهم كي يعتدوا على الأستاذ صادق. لكن الله سبحانه وتعالى حماه بفضله، ثم بفضل أبنائه ورفقائه. وهنا أقولها وأترحم على الشهيد فواز السميعي الذي بذل دمه رخيصا من أجل أن يدافع عن عرضه وعن أرضه وعن أقربائه وعن هذا الوطن المعطاء. رحمه الله. الشهيد من؟ الشهيد فواز السميعي. فواز السميعي، إذن وهو أيضا يعني على قرابة، تربطكم قرابة به، وصهرك تربطنا به قرابة، تربطنا قريب. لم يكن في البيت أحد سوى الأقرباء فقط. نعم. إذن جاءت الميليشيا، واجه الشيخ صادق مع أبنائه وأقاربه، إخوانك، يعني هذا العدوان بسلاحهم الشخصي، فقط أرادوا أن يحموا أنفسهم وأعراضهم من هذا العدوان في الليل على أحد. نعم. ما هي الخسائر التي منيت بها الميليشيا؟
جراء مقاومة الشيخ صادق وأبنائه وأقاربه؟ حقيقة أنا لا أملك رقم حقيقي، لأنهم كما تعرف أخي محمد لا يعترفون بخسائرهم. لكن هناك أنباء تتوارد هنا وهناك أنهم فوق 25 قتيل وجريح. بين قتيل وجريح، إذن جاءوا اقتحموا القرية بأعداد كبيرة، بأعداد مسلحة. نعم. كم عدد الأطقم؟ هناك من يقول أن الدفعة الأولى التي نزلت كانت أكثر من 7 أطقم. وعززت أيضا بثلاث مدرعات فيما بعد. وصلتني بعض الأنباء أنه يعني شبه لواء متكامل الذي تحرك لاقتحام المنطقة. إذن يعني هذا يعني لم يكن أمام الشيخ صادق إلا أن يقاومهم بسلاحه. 25 بين قتيل وجريح. نعم، هذا ماذا ما وصلني. ماذا فعلت الميليشيا بعد يعني هذه المقاومة الفريدة من نوعها والتي ألحقت الأذى، ليس الأذى وإنما ألحقت بهم درسا يليق بهذا العدوان السافر من قبل الميليشيا؟ ماذا فعلت؟ أخي محمد، فعلت كما تفعله في كل مناطق اليمن شمالا وجنوبا. فجروا البيت ونهبوا ممتلكاته. ما هي الممتلكات التي يعني قبل أن يقدموا على التفجير نهبوا الممتلكات؟ والله أقول لك لم يتركوا شيئا إلا نهبوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يتركوا شيئا إلا نهبوه، لكن كل شيء سيعوض والحمد لله الأمور بخير. وهذا نضال طويل كما ذكرت لك سلفا. ونحمد الله، يعني نحن معنوياتنا مرتفعة، وهذا نضال طويل ونؤمن به ونقر به. ما موقف أبناء المنطقة، أبناء القرية من هذا العنوان، إن الاعتداء على أحد أفرادها واعتداء على القرية وعلى المنطقة برمتها؟ يعني موقف يتكرر في كل منطقة، يتكرر في كل منطقة. هناك من لا يستطيعون، لا يملكون شيئا ليفعلوه. وأنت تعرف ذلك. المنطقة يعني سكانها بسطاء وأناس يعني لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ونحن لا نلومهم، وهم أمام ونحن أمام ميليشيا ليس لديها لا أخلاق ولا ضمير. نعم نعم نعم، أنا أقول هذا بكل وضوح وبكل صراحة. يعني نحن لا نلوم أحدا، لأننا نعرف أنهم أمام ميليشيا جاءت بلواء متكامل. من الذي يستطيع أن يقف بوجهها سوى أن يعني الشباب دافعوا عن أنفسهم بمعية الشيخ. كان دفاعا فدائيا حينما تقاتل يعني كان الشيخ صادق ينوي أن يعني إما أن يموت يعني أن يستشهد أو أن يلحق يعني أكبر قدر ممكن من الخسائر في العدو. نعم، لأنه يعني أنت في موقف مثل هذا وأنت يعني تدرك تماما أنك إن أسرت أو لم تؤسر إذا استسلمت لهم لن تكون إلا نتيجة واحدة، إما أن تقتل أو تقتل. ما هو الدرس الذي أراد الشيخ صادق أن يعني يقول لليمنيين عموما وللعالم أجمع من خلال هذه المقاومة المسلحة لهذه الميليشيا وهذا العدوان؟ هي رسالة أراد أن يوصلها الشيخ صادق للجميع، أن الرفض المجتمعي بوسيلة الدفاع عن النفس هي الطريقة السليمة الوحيدة لنكسر جموح هؤلاء ولهزيمتها وهزيمتهم. أما إذا استسلمنا لهم أو سلمنا أنفسنا فإنها المذلة والعار والخزي. إذن لا يوجد بعد الآن شيء اسمه سلم نفسك لهم، لأنهم لا يتمتعون بأي أخلاقيات في الحرب. نصر، هل تتوفر لديكم أسماء الذين طبعا اعتدوا على الشيخ صادق في منزله، على الذين فجروا منزلكم ونهبوه؟ هل تتوفر لديكم أسماء قيادات ميليشاوية حوثية؟ حقيقة لأكون منصف لم تصلني أشياء يعني أسماء دقيقة، وإنما تلقيتها من بعض وسائل الإعلام. أن أحدهم يدعى أبو حرب النوعة. هذا كان ضمن الهجوم الذي نزل، ولم أتأكد من المعلومة حتى لا أظلم أحدا. لكن الذي سمعناه أنه كان ضمن الميليشيات وأنه أصيب، وهناك أنباء كثيرة أنه قتل قائد الحملة.
إذا نعم. طبعا لا تتوفر لديكم طبعا، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. نعم لا تسقط بالتقادم، إذا توفرت لدينا أي تواصل سوف أبلغكم. نصر القاضي شقيق الشيخ الصادق القاضي الذي قاوم ورفض الميليشيا الحوثية في مديرية السبرة وألحق بها خسائر كبيرة 25 بين قتيل وجريح. أشكرك نصر القاضي وعوضكم الله خيرا وعظم الله أجركم في شهيدكم فواز السميعي، وهذا موقف مشرف يدين لكم به اليمنيين بالعزة والفخر. أشكرك كل الشكر نصر. لدي اتصال آخر، نبيل الفقيه، مرحبا بك يا نبيل. السلام الله عليك يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتحدث عن الرفض المجتمعي، وجاء لنا نموذج طري يعني من مديرية السبرة من محافظة إب، وطبعا وهناك نماذج أخرى من عتمة ومن صنعاء وغير ذلك، يعني هناك نماذج متعددة تكفي بأن تكون يعني درسا مهما على عمق الرفض المجتمعي لهذه الميليشيا. برأيك ما هي أبرز آليات وأدوات الرفض المجتمعي لهذه الميليشيا من وجهة نظرك؟ أخ محمد، قبل أن نذكر الأدوات أنا أحيي الشيخ صادق القاضي وأحيي صديقي نصر القاضي أخو هذا الرجل البطل. نريد أن نتكلم عن هذه القصة كنموذج لأنها لم تأخذ حقها في الإعلام. نعم هذا حقيقة. يعني تواصلت مع الأخ نصر ومع أسرة ومع هذه الأسرة بحكم معرفتي قريبة منهم. قصة بطولة بامتياز، فدا بامتياز، درس يعلمه اليمنيين عندما دافع عن كرامته كما يجب. الأخ صادق يعني ذهب بالأخير أراد أن يدفن ابنه الصغير، فما زال المتحوثين وأذيال الذين يخدمون الحوثي بلغوا عن يعني القصة كما ذكرها. أنا لا أريد أن أكررها، لكنه لقنا درسا لن يعرفه ولم ينسوه عفوا، وبذلك يثبت لنا بهذه القصة وهذا الرجل البطل أن الميليشيات لم تعد ذلك القوة الحقيقية على الأرض، إنهم بقايا أطفال ولا يعرفون شيء. فإذا ما لقنهم اليمنيين دروسا، هم لم يخوضوا أصلا حربا حقيقية ضد اليمنيين أو معارك حقيقية، كلها كانت انتصارات وهمية وبمساعدات المتحوثين وغيرهم. فإذا ما وقف اليمنيين جميعا في وجوههم بشتى المجالات، والله من زائل. يعني بالله عليك، الرجل يدافع عن كرامته بمفرده ويقتل منهم 9 إلى 10 وجرحى كذلك، وهو بمفرده ودافع عن كرامته، وكما هي عادة فجروا بيته. هذا يعني لا محل، ليس لهم أخلاق. ما الذي أراده أن يقول للجميع الشيخ صادق القاضي؟ وهو طبعا موقف فدائي بالدرجة الأساس، أنت أمام ميليشيا مدججة بالأسلحة، بالأطقم العسكرية، بالمدرعات، بشتى أنواع الأسلحة، وهو يتوفر لديه سلاح شخصي آلي كلاشينكوف فقط، ويواجه هذا العدوان وهذه الهمجية الحوثية بهذه الإرادة. ما الذي أراد أن يقوله للجميع؟ لازم يقول للجميع عندما يقف نقف كلنا جميعا في وجه الميليشيات، سواء في القتال في المعارك أو حتى في الرفض المجتمعي. نحن قدام نريد أن يكون بعض الناس سيقول خلنا نتقاتل فيما بيننا من شارع إلى شارع، لا، هناك أدوات رفض. عندما يقف الناس في المعارك في أمام الحوثي فإن ينهزم. الرفض الشعبي وأدوات الرفض الشعبي مثل ما فعل الأخ صادق يستطيع أن يفعل الكثير من أهالي المنطقة من كل منطقة، ويطرد الحوثيين إذا ما أرادوا مقاومة مسلحة. هناك لا نريد، قد نريد قتال أكثر مما هو هذا النموذج البطل، لكن هناك أدوات رفض قوية جدا. ما أبرز هذه الأدوات؟ على المعلمين أن مثلا ليس لديهم راتب منذ عام، وقفوا العملية التعليمية. نعم. الذين هم في الجيش والملتحقين ليس لهم رواتب إلا عندما يذهب للجبهة، يوقفوا حركة تستطيع أن تهزها بالحركة، لكن لازل بعض الناس يداوم في مكاتبه
ولا يستلم راتب، يعني الإضراب، إضراب الشامل، التصعيد، استسلام، استسلام مخزي. يستطيع الإعلام أن يشتغل عبر هذه الوعي المجتمعي لكي لا نصل إلى البقية بالقتال، بل نصل إليهم بالوعي. وهذه معركة أقوى تؤثر في أي مقاومة. يعني الإمام عندما كانت الإمامة ماذا بدأت عندما صحى الزبيري والنعمان وغيره؟ شلت حركة في صنعاء، وحركة في إب، وحركة في تعز، وبدأت بالتنسيق ما بينها وبقصاصات ورقية بسيطة استطاعت أن تضج الإمام ولا تقعده، واستطاعت أن تصنع ثورة 48 وحركة 55 بعدها حتى أنتجت ثورة 26 سبتمبر. وحتى مثلا نرى الآن حتى في عمران، في صنعاء، في مناطق كثيرة، في مناطق احتلال الميليشيا، نرى مظاهر تبدو على الرفض، تبدو من خلالها أن هناك رفض مجتمعي واسع ويتصاعد من خلال طمس شعاراتهم الطائفية وشعارات الموت التي بالإضافة أيضا إلى المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الذي يتحرج أو يخاف من ردة فعل الميليشيا هناك وسائل أخرى. أخي الكريم، حتى الذين يعني مثلا عندما يأتي خطيب حوثي وبدأت حركة الرفض، لكن نريد أن تكون أقوى. عندما يأتي خطيب حوثي ويفرض صرخته بالقوة وبقوة السلاح، مدجج في السلاح في المنابر الذي لم يعهدها اليمنيين، يخرجون من المسجد. يعني حركة رفض بسيطة جدا تؤثر في هؤلاء، وقد رأيناها في أكثر من من مكان، خاصة في المساجد. يرفضوا يخرجون والحوثي على المنبر ويخرجون، وربما حتى يواجهونه بالحقيقة أنهم جماعة ميليشاوية وتستحق الهزيمة، مرفوضين شعبيا. أخي محمد، في المدارس أكبر صفعة تلقتها الحوثية من الحركة الاجتماعية في المدارس، الأطفال عندما يريد أن يصرخوا بصرختهم وهم يقولون بالروح بالدم نفديك يا يمن، أكبر ضربة حصلت لهم معنويا وهزتهم في الحركة الرفض في المدارس. يعني وهم أطفال بريئين لا يعرفون أن ما يدور في السياسة أو خبث السياسة أو الحركة هذه أو ماذا تقصد، لكنهم بالطبع رفضوها وتكررت في أكثر من مدرسة. هل تعتقد يا نبيل أن هذا الرفض يتصاعد يوما بعد آخر، أم أنه يتضاءل يعني على وقع الوحشية الهمجية للحوثية، وهي طبعا في القمع، في القتل، في التعذيب حتى الموت، في الإرهاب والترهيب وغير ذلك؟ بلا شك أخ محمد أنه يتضاعف، وترمومتر الوعي كلما ارتفع، كلما ارتفع نسبة الوعي في المجتمع كلما زاد رفض الميليشيات. لا يمكن أن نصف ميليشيات الحوثي مثلا التي كانت في صعدة مظلومة إلى أن دخلت صنعاء إلى الآن، في انكشفت أشياء كثيرة، فضحت أشياء كثيرة. السفد اليمنيين قد يكون من ميليشيات الحوثي للمتأرين والمدعين بالوطنية، وكذلك اكتشفوا هذه الجماعة التي كنا نشرح لهم من هي ومن كذا، لكن أتوا ولقنوا دروسا عملية. وبلا شك يعني بالله عليك أخي، عندما تأتي بهذا المعتقل الآخر، معتقل لديهم وهو المشرقي، وكيف أحرقوا جسمه وجسده لأنه لا، وأدخلوا سجن 7 إلى 8 أشهر وأخرجوا يعني بلا روح ولا جسد ولا عقلية. قبله الشهيد الشيخ المعمري، وكم من قصص على الإعلام عندما يعريهم، هو يعريهم وهو يزداد في نسبة الوعي أن هؤلاء مجرمين. أعتقد أن إجرام ميليشيات الحوثي قد دخل إلى كل بيت، إن لم يكن أصابهم بشكل مباشر فأصابهم بغير مباشر، بالأزمات، بنهب المال العام، بعدم دفع الرواتب، في الإجرام، في كل من ما هو يمني أمامه وحر. أعتقد هذا نسبة وعي ارتفعت جدا، وعلي الإعلام وعلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن يكونوا يفضحوا كل صغيرة وكبيرة لهؤلاء، والإعلام هو مهم للغاية. هل أيضا تعتقد أنه الإعلام يأخذ هذه الأحداث وهذا الرفض المجتمعي بمحمل الجد ويغطيها، يعني كما يعني يغطيها بالصورة التي تليق بهذا الرفض؟ مثلا قصة الشيخ صادق القاضي لم تأخذ حقها في الإعلام، برغم أنها قصة فريدة وبطولة نادرة أن تواجه، يقول نصر أنها لواء بأكمله وهم أفراد.
نعم، قصة القاضي إذا ما رجعنا لا هي قصة بطولية بامتياز لن تأخذ بنسبة من الإعلام، ما عدا أعتقد خبر في قناة يمن شباب غطت الموضوع وأعتقد في قناتكم، لكن قد لا يكون التسويق الإعلامي أظهرها مع كثر الأحداث التي في اليمن فلم تكن بارزة، فالتسويق الإعلامي له الدور في هذه القضية، لكن نحن بقناتكم والكل يسمع وعرف القصة من أخي الأخ ناصر الذي تواصلت معه شخصيا بعدها وتواصلنا به هناك، قصة أثبتت للناس أن من يقف عندما يقف الشعب اليمني بقوة أمام الميليشيات فهم لا شيء، فقد وقفنا نايف الجماعي قبله، وقف نعم. وقفوا في أبناء العدين، وقفوا أبناء تاج، كل الناس وقفوا ضدهم واستطاعوا أن يدحرهم وكانوا أبطال. لذلك الإعلام مهم جدا أن يسوق كل صغيرة وكبيرة إلى الناس ومن أجل زاد نسبة الوعي. أخي إذا ما عدت إلى مسيرة الطغاة والظلمة والقتلة لا ينتهوا بيوم أو ليلة أو بلحظة، وإنما وفق نضال مستمر متعدد، وتأتي آخر كما يقولون آخر القشة التي تقسم البعير هي حادث بسيط وتأتي بعدها. مثلا بن علي كم ظلم وكم قتل وكم سجن، إجرم بعد إجرم، أتى بفرد فقط عبر عن نفسه وانتفض الشعب، وأتى الربيع العربي بعد معاناة الطغاة من قبلهم، كل هؤلاء المسيرة الدموية ومسيرة القتل والظلم، تأتي حادثة بالأخير بسيطة جدا لم يتوقعها أحد وتهز أركان هذا الظالم أو الفاسد أو القاتل، وهذه هي مسيرة الحوثي. وأنا أذكر أن ستأتي حادثة قد تكون بسيطة وتنهي هؤلاء بأكملهم، نعم. حركة رفض شعبية أو غيره، نعم. وتنهي هذه المسيرة كما هو معروف في مسيرة كل الطغاة والفرعون بالأخير غرق بالماء. أشكرك نبيل الفقيه، شكرا جزيلا لك نبيل الفقيه، عن أدوات وآليات الرفض المجتمعي تحدثت إلينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نستمر في استقبال مشاركاتكم سواء عبر الفيسبوك على صفحتنا عن أهم أدوات وآليات الرفض المجتمعي ومناهضة الميليشيا، وأيضا على الاتصال المباشر، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في برنامج الكلمة لك، في هذه الحلقة نناقش عن آليات وأدوات الرفض المجتمعي لميليشيا الحوثي في مناطق احتلالها. لدي اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك منصور علي. منصور علي سيدي عم الماري. منصور علي. نعم. حياك الله. برأيك يا منصور، ما أهم آليات وأدوات الرفض المجتمعي لميليشيا الحوثي خاصة في مناطق احتلالها، في المناطق التي لا زالت تحت احتلالها؟ اللهم صل على رسول الله. طبعا أنت يمني وأنا يمني وشعور اليمنيين هو كشعورنا. صدقني أن ما الميليشيا الحوثي مرفوضة لأنها لم تأتي بأيد اليمن، تمام؟ ولكن المشكلة عندهم مثل ما المشكلة عندنا، أن قيادات الشرعية طبعا الصوت غير واضح يا منصور. نعم. التغطية شوي عندنا، قلت لك المشكلة أنهم لم يجدوا في الشرعية من يحط منهم، والله لا عندنا زيادة لبدوا أن الواحد من يرى أنك لا تجد المقاتل الذي مع الحدود بل المعاقل يرمي بسلاح أو ذات المسلاح ويطرد من الحاضر وسوي دون ما نجي. يعني تعتقد أنه لا يوجد هناك حسم أو في مسألة يعني فيما يخص الشرعية في مسألة التقدم وتحرير الأرض واستعادة الدولة؟ التقدم بالنظام، التقدم بالقانون، التقدم صح، التقدم في الأمور المنطقية، أما المشكلة عندنا مش عندها، الحزب أصابه لكن أصابه منظم أموره، أما إحنا دولة لكن عشوائية، إلا على سياسة الدولة إن كان حاجة وضعها بيد الحوثي ما يسمى من الصحافة.
إذا ما الذي يجب دعنا يعني من كدولة وهناك جيش وطني وهناك جبهات مشتعلة وأيضا لكن عن المجتمع أتحدث عن المجتمع الذي هو في داخل سيطرة الميليشيا في المناطق التي لا زالت تخضع تحت احتلال هذه الميليشيا الحوثية بجرائمها بإرهابها بلصوصيتها بكل ماذا يجب على المجتمع أن يفعل؟ ما الذي يجب على المجتمع؟ يحكم الشعوب وجبيل الحزين بما شعورك أو جبيلة الحزين بما شعوري أو جبيلة الحزين لا أحد يقدر يا أخي إذا كان جانا إذا يقدر بعزيزة ومزهة آخر لكن إحنا نجات الحزين من أجل شيء ليش؟ أنا الصوت غير لكن العزيزة إلا على الحل هناك فشر لا الحد من هناك علي الإنسان منصور نعم منصور صوتك يعني غير لا ادري الخلل من الصوت نفسه او من الكنترول لو سمحت حمزه حول الصوت الى السماعه حتى افهم ما يتحدث اليه منصور اشكرك كل الشكر الصوت طبعا لا يصلني بشكل واضح طبعا اذا لدي اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الآن الصوت واضح الاسم الكريم عبد القادر العولقي عبد القادر العولقي نعم. أهلا وسهلا بك عبد القادر عبد القادر يعني الكل يعرف عن الظلم والإرهاب الذي تمارسه الميليشيا خاصة في مناطق احتلالها إلى جانب العدوان خاصة في الكثير من الجبهات وضد لكن ما الذي تبقى لليمنيين خاصة الذين يخضعون تحت احتلال الميليشيا من أدوات وآليات لرفض هذه الميليشيا لهزيمتها الحاق الهزيمة بها معنويا وأيضا الحاق الهزيمة ماديا أولا المجتمع المدني الموجود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي هم مغلوبين على أمرهم يعني مغلوبين هل يستسلموا؟ مغلوبين حقيقة على أمرهم إنما في هدف واحد إذا قاموا به أنا أتأكد بكل التأكيد أن الحوثي سيهتز وهي عدم الخروج معه في المظاهرات كل ما دعاهم الحوثي للخروج في أي مناسبة من المناسبات البديعة خرجوا معه بالمئات أو بالآلاف يعني هذه وسيلة عليهم أن يلتزموا في بيوتهم إذا وسيلة مهمة إليهم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قادمين عليهم قادمين إليهم يا أخي هذه عصابة مجرمة مثل ما حصل للشيخ صادق مثل ما حصل للشيخ صادق يعني شخص فردي مع سلاح شخصي قدموا إليه بما يقارب ما يعادل اللواء كيف تبغى شخص مثلا في صنعاء يقاوم بسلاح شخصي أو بيته أو أسرة فهذه أنا أعتقد لك من الصعب عندما المطلوب منهم عدم الخروج مع الحوثي في الساعات إذا أنت مع الحوثي في الساعات أنا سيهتز الحوثي شوف حتى على مستوى التواصل الاجتماعي الحوثي يعني مراقب لهم ليس يعني بالسهل يعني مثلا شخص يتواصل عبر التلفون أو عبر التواصل الاجتماعي يعني مهدد يعني أنت الآن تقول أنه بإمكان المجتمع أن يفعل الكثير حتى يعني يشعر الحوثية وميليشياتها بالهزيمة المعنوية وهو أولا الرفض في مسألة التحشيد في صفوفها سواء في المظاهرات أو في المناسبات الخرافية والطقوس يعني التي تحاول يعني أن تقيمها يعني بشكل مستمر أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا هناك يعني هناك مثلا الشيخ صادق هو قام بعمل بطولي وربما متفرد كبقية يعني وهناك نماذج أخرى الذي يعني لم يعد أمامه إلا أن يقاتل أو يقتل يا أخي الشيخ صادق بطل ومثل أبطال في اليمن وليس علينا الاعتراف بالحقيقة يا أخي هذه عصابة لا ترحم نعم هل هناك من رفض للتجار للمعلمين طبعا لشرائح يعني شرائح كثيرة في المجتمع
للوعاظ وغير ذلك. هذه عصابة مجرمة، أكدنا لك يعني قلنا لك هذه عصابة مجرمة. نعم صحيح. يعني بالتأكيد صنعة الليلة صنعة بكاملها، ما تبغى الحوثي ولا تريده، تعز دمار عيب مغلوبين على أمرهم يا صحيح صحيح. كبر كل التأكيد المغلوبين على أمرهم، لكن احنا نظلم إن شاء الله، إن شاء الله الفرج قادم من الجيش الوطني المقاومة الشعبية. وهذا تغير كل هذه، حتشوف عندما يصل الجيش الوطني الى ارحب والى مقارب بن حسين، حتشوف كيف تتغير المواجهه في صنعاء. عندما تضرب الجبهه من بدايه تعز الى ابو الى دمار، حتشوف كيف تتغير المواجهه. وربما حينما يقترب الجيش الوطني، حينما يقترب من صنعاء، ربما تكون هناك انتفاضه من ابناء صنعاء لمسانده الجيش الوطني، اذا ما شعروا ان الجيش الوطني على مقربه او على ابواب صنعاء. بالتأكيد بالتأكيد يا أخي. أنا برضو عندي لك معلومة. نعم تفضل. يا أخي الحوثيين في الحديدة أقاموا لك بتلغيم الملعب الذي يتواجد في الحديدة، الذي تحيط له منشآت الدولة من مستشفيات ومدارس ومؤسسات الدولة. يعني تلغيم الملعب من خارج الملعب، وضربوا السلاح الثقيل لداخل الملعب. يجب استهدفون بها أهل الحديدة، يتم القسم من داخل الملعب، والجيش الوطني والتحالف يستهدف المنشآت اللي المحيطة به، يقولون التحالف قصف الحوت التحالف دمر. إذا هذا الدليل، هذه معلومة مؤكدة يا أخي. نعم هذه المعلومة مهمة، وهذا دليل على أن الحاضنة الشعبية في مدينة الحديدة ليست مع الحوثي. يا أخي من هو مع الحوثي في الحديدة؟ نعم لا يوجد مع الحديدة، ما حد مع الحوثي لا في صنعاء ولا في الحديدة ولا في، بغض النظر عن المظاهرات التي تخرج، بغض النظر نعم عن المظاهرات التي تخرج، يخرجون مغلوبين على أمره. يعني ربما يجبروا طلبة المدارس كما فعلوا والموظفين وغير ذلك. الناس بغض النظر لغمة العيش، مساكين مغلوبين على أمرهم، يغلوا لغمة العيش، يبغى له كيس روتي، يبغى له يعني دبة غاز ولا زي كذا. وحتى مثلا يعني المساعدات الإنسانية يستغلوها ويستثمروها في طبعا في إجبار الكثير من الأسر على الانخراط في صفوفهم. أنا أشكرك عبد القادر العولقي على ما تفضلت بالحديث به. لدي اتصال، إذا قبل لدي أيضا مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والتويتر. أولا وضعنا سؤالا لسؤال، وهو في صفحتنا، في صفحة القناة، في صفحة البرنامج الكلمة لك، عن الرفض المجتمعي، ما هي آليات وأدوات الرفض المجتمعي للجائحة الحوثية في مناطق احتلالها. وردنا العديد من التعليقات، ومنها أخذنا منها تعليقين. وأولا نبيل الفقية، كلتا الحالتين مهمة، الكفاح المسلح وأدواته الجيش في معركة التحرير، ورفض المجتمع وأدواته الإعلام في معركة الوعي. أما عمار الصهباني فقد يعني في تعليق له على صفحتنا في الفيسبوك، الرفض المجتمعي للجائحة الحوثية في مناطق احتلال الميليشيا موجودة لدى المجتمع، وبدأت تظهر من خلال رفض الطلاب لشعار الموت في المدارس عفواً، ورفض خطباء الحوثي في المساجد، ورفض بعض القبائل لرفض الجبهات. ومن آليات الرفض سرعة الحسم وزحف الجيش أكثر من جبهة معركة الوعي عن طريق الإعلام بكلمة موحدة، وبث برامج وعي أسبوعية كعاكس خط، وبرامج وبرنامج غاغة التي للأسف تقتصر على شهر في السنة، بينما الأحداث تتغير في الأيام. ونرجو دعم الحكومة لهذا الجانب، بالإضافة إلى حركة التنمية واستتباب الأمن وإنهاء أي خلافات في المناطق المحررة، لكي يزيد الرفض للنكبة الحوثية. وتحدث بوسائل مهمة وآليات الرفض. أما أبو مهند النجار أيضا كتب تعليقا قبل أن أقرأ إسماعيل حمران. أبو مهند النجار يقول: آليات الرفض المجتمعي للجائحة، سرعة حسم الجيش الوطني للمعارك في المناطق التي لازالت تحت سيطرة الحوثيين، وعي المجتمع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ليعرف الناس والمجتمع بأكمله أن الميليشيا هدفها الوحيد هو دمار الوطن ومشاريعهم، مشاريع موت، مشاريع كهنوتية إيرانية.
وعلينا جميعا أن نقوم صف أن نقف صفا واحدا ضد هذه الميليشيا التي عاثت في الأرض فسادا، وبإذن الله ستنتصر اليمن عما قريب، شاء من شاء وأبى من أمى بقدرة الله سبحانه وتعالى. فؤاد السالمي يقول: التوعية المجتمعية عن طريق الإعلام المرئي والمسموع والمقروء التابع لشرعية وفتح إذاعات راديو اف ام تصل لكافة القرى والمدن، لأنه من المهم جدا وصول صوت الشرعية إلى المناطق الريفية بقوة، وإيضاح أحداث الميليشيا الإجرامية من الحرب والمخاطر التي تترتب عليها، ويجب على المجتمع الوقوف صفا واحدا في رفض هذه الأعمال الإجرامية، وضرورة توثيق الأعمال العنف والنهب والسلب والقتل التي تقوم بها الميليشيا في مناطق سيطرتها، وفتح خطوط سرية لإيصال هذه الأعمال وفتح خطوط سرية لإيصال هذه الأعمال الإجرامية، أي إيصال الأعمال الإجرامية التي رصد الجرائم الحوثية، كما يجب على قيادة الجيش الوطني فتح خطوط تواصل بينها وبين أبناء المناطق القريبة من الجبهات. هذا أبرز ما ورد في التعليقات على صفحة البرنامج في الفيسبوك الكلمة لك. يبقى الرفض المجتمعي والمقاومة لهذه الجائحة وهذه الكارثة الحوثية مستمر حتى تنتصر اليمن ونستعيد الدولة ونعيد للجمهورية ألقها وندفن هذه الإمامة الكهنوتية البغيضة الإرهابية إلى مزابل التاريخ. في أمان الله.